القبة الحرارية ستضرب 7 دول عربية، فكيف ستكون درجات الحرارة خلال هذه الأيام في هذه الدول؟ نبدأ بالأكثر تأثراً وهو العراق، إذ ستقترب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد. تليها السعودية، حيث ستصل درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم إلى 48 درجة مئوية في العاصمة الرياض. أما في مصر ستصل درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل إلى 42 درجة مئوية، وذلك في القاهرة. في سوريا وتحديداً في دمشق، درجات الحرارة الأسبوع المقبل ستصل إلى 41 درجة مئوية. وفي لبنان وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية، سوف تلامس درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية، كما ترتفع نسب الرطوبة في المناطق الساحلية، ما سيزيد من الشعور بالحرارة. وفي الأردن ستصل درجات الحرارة في العاصمة عمان إلى 39 درجة مئوية، وتتجاوز ذلك في الأغوار ومحافظة العقبة، وهي أعلى من معدلاتها العامة بشكل واضح. وفلسطين درجات الحرارة ستسجل خلال الأسبوع القادم 36 درجة مئوية، والأجواء الأصعب ستشهدها مناطق الأغوار والبحر الميت، حيث الحرارة عند نهاية الأربعينات مئوية. أما في تونس حيث الأجواء حارة حالياً، سألنا الناس كيف تحمي نفسك من حرارة الصيف المرتفعة هذا العام؟ قولوا لك باش تقاوم السخانة هاك قاعدة في الجردة والله حلولي ايش نقول لك بنيتي والله وجردة انا والله العظيم معناها جردة نحبوا نتفردوا خاطر الديار قداش واحد مدى قداش المكيف يقعد يخدم بالضوء والكل هذيك الحالة النوم والمكيف النوم والمكيف هذاك شوف شنو عندنا ترى شنو حلوا لك باش تقاوم السخانة ما عندي حتى حل اختي كان مقابل الشمس ونخدم مقابل الشمس هذيك كي تروح للدار شنو هو دلاع كليماتيزور شنو مروحة توا حاليا نخدم ما عندي بعد في الليل يومكم نركش في السطح ايش بحر دو فما سخانة شنو حولولك باش تقاوم السخانة هذه السخانة هذه نجم واحد يكون في الدار عنده واحد كليماتيزور مكيف ينجم باش يقاوم به شوية هاكا نحكو هذيك تحكي هذيك تحكي هذيك تحكي ننفذلكوا شوية انا تنسي والسخانة انا والسخانة هاك تشوف العرق لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات